على عكس النظرة السلبية والإحباطات التي اصطحبت مستفيدي مشاريع أنساج كناك وأنجام الذين فشلوا في إنجاح مسارهم، أثبت شباب آخرون تمكنهم من إنجاح مؤسساتهم الصغيرة والمتوسطة بعد استفادتهم من قروض. هؤلاء استطاعوا أن يقتطعوا لأنفسهم حصة في السوق الوطنية حتى وإن كانت جد محتشمة. الديماراج تاع المشروع تاعنا الديماراج افكتيف كان 2013 ديسمبر 2013 ونا ايو ليدي دو كوميرسياليزي لا دوزيت ا كافي باسكو جينيرالمون في المارشي غون بوبليك كاين غير كو لي كابسول هذوك دامبورطاسيون تو حنا جاتنا ليدي هادو درك رانا نديرو في لا كوميرسياليزون كيما راكم تشوفوا في لا برودكسيون هنايا. الديماراج كان شويه صعيب فيما يخص الوثائق ولا بيروقراسيه في الادارات ايتو، مي مع لاكناك لقينا شويه تسهيلات ودعم. Depuis 2015, الحمد لله, on a réussi à atteindre pour cette année un chiffre d'affaires atteignant les 3 200 000 dinars de chiffre d'affaires sur la région Est, Kigda, Majawara, de Condomine pour le marché. ورانا اون فاز اكسبلوطاسيون دركا اون فو اكسبلوتي لو مارشي سونتر اي لو ويست بوكو بلوس. احنا عندنا معمل نصنعوا هذه دي سيترن اون بلاستيك ماده جديده وسمها البوليتينا. ماكس عارف نخدموا بالاحجام عديده كاينه هذه نسميوها فيرتيكال بالطول وهذه هوريزونتال. الصناعه الغذائيه الميكانيكيه الحرفيه والتحويليه كلها مجالات تمكن شباب مستثمرين فيها من تحقيق أهدافهم، بل حتى وسع البعض منهم من مشروعاتهم وتمكنوا من الاستفادة من قروض جديدة، في وقت طلب آخرون الحكومة بمنحهم صفقات مشابهة لتلك الممنوحة للشركات العمومية. درنا كريدي عند لونسانج كذا خرجنا ماتريال نقدر نسحقوا لي ما كانش عندنا اون بلوس باسكو ديجا احنا عندنا تيران عندنا كلش. وبول لانستون صافا الحمد لله رانا في لينور، مي انا مخصوصين انا نحبوا نخدموا مع ليطا حنايا باسكو مع ليطا اللي تكون الخدمه كبيره وتكون فوالا حنا بول لانستون نخدموا مع البريفي. المشروع تاعي هنايا يدخل ضمن الصناعه في التفريز والتلحيم والخيرطه، عاونوني افراد لونساج يعني الحمد لله، وبعد ما كيما نقولوا كملت خلصت القرض الاول زدت لقيت روحي اني نحتاج عمال جدد ونحتاج انه نزيد نوسع المشروع تاعي ونزيد جبت ماتريال جديد. اذا الناجحون في مشاريع أنساج وكناك وأنجام تنطبق عليهم مقولة من جد وجد ومن زرع حسد.